تمسك بكم أمن والله من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. طوايا نظامي في الزمان لها نشر يعطرها من طيب ذكراكم نشر. قصائد ما خابت لهن مقاصد بواطنها حمد ظواهرها شكر. أنظمها نظم اللآلي وأسهر الليالي ليحيا لي بها وبكم ذكر. فلا تتهموني بالسلو وإنما مواعيد سلواني وحقكم الحشر فذلي بكم عز وفقري بكم غنى وأسري بكم يسر وكسري بكم جبر. من ذولا يا شيخ؟ هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. فلولاهم لم يخلق الله آدما، وما كان زيد في الأنام ولا عمر. سأندبكم يا عدتي عند شدتي وأبكيكم حزنا إذا أقبل هاي العشر. العشر فعيناي كالخنساء تجري دموعها وقلبي شديد في محبتكم صخر. أيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر. مررت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد معناكم قفر وسالية علي حام
عن دموعي سحائب إلى أن تروى البان بالدمع والسدر وقد أقلعت عنها السحاب ولم تجد ولا در من بعد الحسين بها. ها من هذا اليوم ها تجي باستعداد وتبين الكآبة على وجوهكم الليلة بها دروا أيقتل ضمانا حسين بكربلاء وفي كل عضوين من أنامله مشاني وياك العشق لما صرت مجنونك بعيوني راسم لك صوار يا رحمة الله عيونك صد لي لو طارف نظر فدوان روح لونك لا تجفي علي مروتك تدري نموت بدونك ليالي مساهر طيوفك عيني رايدة تشوفك دمي وبالنبض تسري يا أبا عبد الله حسين يا حسين وياي وياي حسين يا حسين سيدي هذا أنا قدامك عبد يمك مدنق راسي سلمت بيدك يا ملك وتحكم بأنفاسي شتريد عوفا ديرتي وهجر أحبابي وناسي والغربة عيشنها وطن ما دامك بإحساسي انت بدنيتي كل شي عيني ويحرسك رمشي دمي وبالنبض تسري يا أبا عبد الله حسين ما تحكي حسين يا حسين كل شبكياني عود لك من راسي حد جدامي ويامي بس بمجلسك والباقي مو شيامي أنسى ويذكرني العطش حال الرضيع الضامي وبمسمع الزينب عتب حرقه ويا اخويا خيامي على امرك على امرك خادمك كل شي بكياني عود لك من راسي حد جدامي يا ابو علي كل شي بكياني عود لك من راسي حد جدامي ويامي بس بمجلسك والباقي مو شيامي أنسى ويذكرني العطش حال الرضيع الضامي وبمسمع الزينب عتب حرقه ويا خويا خيامي أولي أنده وحشي يبغيرة وينك يا أبو الغيرة دمي وبالنبض تسري يا أبا عبد الله حسين وياي وياي ولا الزم قلبك يا أخويا البيت جارح والي والي يا والي شني بخيالي طوف لك شني بخيالي طوف لك يا ابو علي شني بخيالي طوف لك كلمة احبك ما اظن تروي عشق دلالي كلش قليلة بحضرتك لو قلت عنك غالي قيسلت سودا بالعشق ريت يعاين حالي
يا حسين ما ادري اقرا شعر، ما ادري الشعر يقرا لي، ابكي واحكي وي روحي بالك ينقطع نوحي، دمي وبالنبض تسري يا ابا عبد الله حسين. اويلي انظر خيالي بكربلة تنظر مصارع ناسك والشمر لازم شيبتك وبسيفة يقطع راسك، امشي بخيالي بكربلة تنظر مصارع ناسك والشمر لازم شيبتك يقطع بسيفة راسك، واركض اظل بكربلة واحساسي ويا احساسك وانده يا ابو اليمة اش عجب شو ما نهض عباسك، ضامي واقطعوا نحرك الخنصر طايح بكترك، دمي وبالنبض تسري يا ابا عبد الله حمد لله، اجا عاشور وامتد العمر بي ورد البس هدوم السود واخدم بالحسيني. هاي نزولا عند رغبتكم. اي والله بس الا وحش ابو علي ما موجود ولا ابو حمد موجود، كانك خالي يا ابو علي. الحمد لله اجا عاشور وامتد للسنة عمري، احضر من برك مولاي ابكي ودمعتي تجري، ولو ناعي مصابك صاح اوشم باللطم صدري، بلكي ويا الخدم اسمي يتسجل بتازية. يا ابو اليمة العمر ذوبل غصنا ويبسة ورودة، ايا واسفع لعمر الراح واللي راح شيعودة، اخافا صفحة اعمالي لما تنكشف سودة، وانا دخيلك يا ابو السجاد اريدك تنغر علي. هذا حالكم انا ادري بيه بالله عليكم، يعني فضل تصور انه ماكو ثواب البكاء على الحسين، حبك وعشقك للحسين ما يقودك للمجالس. اسمع شو يقول، انا مو لاجل الثواب بشاي ولا داعيك على الاجرة، بس قل لي بعد كم عام ابكي ويمك الزهرة، اريد ضم جمرة مصابي تبقى بضامري موجرة. ويلي من ماتم الماتم تجي ست النساوي توقف على راس المعزي وتهمل العين، تقل لبنجاتك يا المحب ما قصر حسين، نفسه بذلها وجراع كاسات المنية، وعلى حسين وحزني ما تقرون، ولي ولي على حسين باكر مين يصير حسين، كون الوفا دين بدين. الزهرة تقول وانا متكفلة بحساب كل عين البكت لحسين، يلتنشيد علي وتقول اقعد بالمجالس وين انا بالباب زدت الراح والمجبل يلاقيني، اخ على عتبة الباب قعدت وانعي وانعي
ونسيت صواب خدي وكسر ضلعي، لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين. حسين لك الفضل العظيم على الورى خصوصا على الإسلام والله يشهد، فلولاك ما قلنا ولا قال قائل لمالك يوم الدين. إياك نعبد مطهرون نقيات ثيابهم، تجرى الصلاة عليهم أينما ذكروا. أعزيكم والعالم الإسلامي. لا بأس بالثالثة. أحييكم بتحية الإسلام أولا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعزيكم ونفسي والعالم الإسلامي بمصاب سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله أسأل بعظمة الحسين أن يقدر لنا ما فيه الخير والصلاح، وله الحمد والمنة أن من علينا بطيلة العمر لكي نحظى بهذا الشرف أن نكون تحت سقف بيوت الحسين سلام الله عليه. ألهمني الله وإياكم القول السديد، وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن، إنه سميع الدعاء. هذا ما أنبأ عنه القرآن وخبر عنه، وقال رسول الله أن العالم البشري اللامنصف الأكثرية هدفهم القضاء على ما جاء به رسول الله، لذا جاي يخططون ليل ونهار لمحو هذا الدين. بالفعل على طيلة السنة 11 شهر وعشرين يوم بكل ما أوتوا من قوة يجون يخدعوننا ويخدعون شبابنا ويغرونهم، لكن بفضل الله ومنته علينا وببركة مجالس السيد الشهداء هالعشرة أيام تجي تكنس كل شيء اللي يجون يخططوا له لأجل محو الإسلام. فالدين بقاؤه حسيني، الدين اشتراه الحسين بدمه، ما ينخاف على الدين. شي اللي ينخاف عليه؟ نخاف على أنفسنا، خاف إحنا لا سامح الله نطلع من الدين، خاف نسوي شيء ما يرضي رب العالمين. وإلا الدين ثمنه دم الحسين سلام الله عليه. ونحن إلى يوم القيامة نشكو إلى الله قتل الحسين، مو سهل قتل الحسين. وبما أن الحسين لو أتيحت له الفرصة خرج ثائرا ومصلحا لاستطاع أن يغير نظام العالم، ولكن قتلوه. لكن نحن أحيينا هذه المنائر والمنابر لكي نحيي ما ثار وسار من أجله أبو عبد الله وهو الإصلاح، مهما بقدر ما استطعنا. لأنه تدرون الآية لما قالت فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما قدروا، بكوا يم النبي قالوا له مولانا ما نطيق أن نتقي الله حق تقاته. قال رب العالمين فاتقوا الله ما استطعتم، شقد طاقتكم، قدر الاستطاعة. فإحنا أيمتنا يردون من أدنى أن نكون صالحين ومصلحين مثلهم، ما حد يصير. هو قال الإمام ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وأفة وسداد مهما استطعتم.
لماذا أنا اختاريت في هذه الليالي تحت هذا الظل الظليل والسقف المرفوع الذي بني على محبة الله والرسول وآل بيت النبي؟ ارتأيت أنه نتكلم حول ظاهرة ابتلي بها الجامعة البشرية منذ الأزل، مش جديدة، وهاي الذي عالجوها أهل البيت سلام الله عليهم لو التفتنا إلى كلامهم، وهي الأمراض الأخلاقية في الأوساط البشرية، كيفية نشأتها وما هي خطورتها وكيف يتم علاجها. أول شيء ابتلي به العالم البشري وهو أبو الأمراض الأخلاقية هو حب الدنيا. يقول أمير المؤمنين: جفاف الدموع لقساوة القلوب، وقساوة القلوب لكثرة الذنوب، وكثرة الذنوب لأكل الحرام، وأكل الحرام لنسيان الموت، ونسيان الموت لحب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. ملتفت؟ حب الدنيا رأس كل خطيئة. يقول أبو عبد الله: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، مدام هذا الدين مصالحهم ها يحوطونه، فإذا محص الناس بالبلاء قل الديان. إذا اختبروه، إذا ابتلي، ذيك الساعة راح يعرفون من هو المؤمن الحقيقي ومن هو كان يتظاهر بالدين. سيد الشهداء سلام الله عليه يبين للناس أنه هذه الدنيا لو فيها مقام وقرار كان هو أولى بها من غيره، لكنه ترك ملذات الدنيا وقال: يا دنيا مطلقات الآباء تحرم على الأبناء، وخرج إلى أرض مصرعه ومدفنه وواجه كل الصعوبات. وهذا أبو عبد الله، مو بناك منابرنا ومنائرنا تدافع عن الحسين، لا، ولا تتصور لو يجتمع العالم البشري كله يقدر يطعن بالحسين. الحسين ويطهركم تطهيرا، هذا الحسين. الحسين قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. الحسين في بيوت أذن الله أن ترفع. الحسين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الحسين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. الحسين على ظهر رسول الله، على أكتاف رسول الله، في أحضان فاطمة، بين يدي علي بن أبي طالب. الحسين شفيع المذنبين يوم القيامة، وقد أجمعت الأمة الإسلامية أن الحسين وأخاه الحسن سيدا شباب أهل الجنة. هذا مكان. اللهم صل على محمد. وهاي تحتاج إلى أنه احنا دائما ندقق بهذا المعنى، لأنه سمعتوه حفظتوه ما دققنا بمعنى الرواية شنو شي يقصد أن الحسين سيد في الجنة. هذا إبراهيم شكبر مقامه وعظيم أد رب العالمين واتخذه الله خليلا، هذا يجي بعظمته يوم القيامة في الجنة يقول لإمامك الحسين سيدي. هذا الحسين. لهذا والله الدين الحقيقي الذي أرادته السماء وبلغ من أجله رسول الله أحياه الحسين سلام الله عليه، وإلا مو الدين ذاك اللي يشوه لي سمعة رسول الله. وريد أكد على أن النبي إجا بالسيف
يعني غصبا على الناس يرضون لو ما يرضون يجون. لا مو هيك، انا ما قبلك. القران يقول فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. جاء الحسين بالاسلام العطوف الودود الحنون الذي ملؤه الرحمه، والى يومنا هذا الحسين ملؤه العطاء، فلنتاثر والحمد لله لا زالت هاي المنائر والمنابر موجوده، الدين باق باذن الله. بس خلينا نخاف على انفسنا، هذا كلامي معك انا، احنا لا نزلزل. والا شفت فرد يوم طلع واحد من المسلمين احكي انه يعاب على الحسين سلام الله عليه، الحسين كشخص ما بي عيب ولا على ابوه ولا على اخوه ولا على امه، فيجي المن مولانا يجي عيب علي انا، وانت غلطان. اذا انا اشتبهت انا شيعي مو التشيع كله، لا تحسبني على التشيع. واحد من عندنا اخطا، لان جنى من عندنا واحد جعلت كل السب عمدا لنا، الناس كلها مستقيمه، واحد من المسلمين بالحج اخطا اذنب، يعني احنا نكون نحملها على كل المسلمين؟ ما يصير. فاحنا اخواني ائمتنا يقولون عن انفسهم فانه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك. شك واحد يريد يحكي علينا ما بينا سوء احنا، فما نحن كذلك. لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله وتطهير من الله لا يدعيه غيرنا إلا كذاب. اكثروا ذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على محمد وآل محمد. هذه الدنيا التي حذر منها أبو عبد الله، الناس عبيد الدنيا، مو تنخدع. اقرأ الدنيا شنو حتى لا تخدعك. يقول أمير المؤمنين دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالها، وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها. عباد الله، إنكم على سبيل من قد مضى قبلكم ممن كان أطول منكم أعمارا وأعمر ديارا وأبعد آثارا، وإنهم فأصبحت أصواتهم هامدة ورياحهم راكدة، واستبدلوا بالقصور المشيدة الصخور والأحجار اللاطئة الملحدة التي بني على الفناء خرابها وشيد بالتراب بناؤها، فمحلها مقترب جيران قبور شيم شي، فمحلها مقترب وساكنها مغترب بين أهل محلة موحشين، لا يستأنسون بالأوطان ولا يتواصلون تواصل الجيران. هذا حالي وحالك. ليش سيدي ما يتواصلون؟ قال وكيف يكون بينهم تزاور وقد طحنهم بكلكله البلاء وأكلتهم الجنادل والثرى، وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه. ضمكم ذلك المضجع وارتهنكم ذلك المستودع. ديروا بالكم، الحياة مو مأمونة، لا تتعلق بالدنيا. يقول الإمام موتوا قبل أن تموتوا. شو نسوي سيدي؟ شو نموت؟ قال موت حب الدنيا من قلبك. بالله عليك اسمع هذا كلام أمير المؤمنين، يقول له سبحانك خالقا ومعبودا خلقت دارا، هناك الجنة، خلقت دارا جعلت فيها مأدبة مطعما ومشربا أزواجا وخدما قصورا وأنهارا زروعا وأثمارا، فأرسلت داعيا يدعو إليها. هاي المأدبة وديت داعي يدعو إليها رسول الله، فلا الداعي أجابوا
ولا فيما رغبت رغبوا. فش يردون؟ قال اجتمعوا على جيفة قد افتضحوا بأكلها واصطلحوا على حبها. هذا الحكي أنا أحكي أنا وياك، بس بنفس الوقت هيك متمسكين بالدنيا كأننا ما نريد نموت. وهذا مو يخليك تكسل وتقعد أن التاني، لا لا، أهل البيت يقولون إذا تعلقت بس بالدنيا ونسيت الآخرة هذا حطام، هذا حطام، حطمت نفسك. ومن عشق شيئا أعمى بصره، مو حبوا الدنيا بعد نسوا، إذا شيع له واحد بنا بس ذاك المشيع يموت، هو ما يموت. وأمات قلبه فهو عبد لها، لا ينزجر من الله بزاجر ولا يتعظ منه بواعظ. قد ما تنصحه ما يقبل. وهو يرى المأخوذين على الغرة، يشوف بعينه أخوه ابن عمه وجاره، حيث لا إقالة ولا رجعة، كيف نزل بهم ما كانوا يأمنون، مثلنا كانوا عايشين على قيد الحياة وعدهم آمال، ونزل فيهم ريب المنون. وكذلك الدور يجينا، هاي الدنيا ما تنحب والدنيا ما يتعاطف معها، الدنيا تحارب، الدنيا سهمك منها الشيء اللي تبيعه على الله سبحانه وتعالى، نفسك وقتك أموالك، هذا كله تكرسه الرب العالمين راح تلقى. شوف شو يقول الإمام الحسن المجتبى، يقول حصل زادك قبل حلول سفرك، واعلم بأنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، واعلم بأن هذه الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، وأعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، وبنفس الوقت وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إجا شيخ بني تميم للنبي اسمه قيس بن عاصم المنقري، النبي قال له قيس إن مع العز ذلا ومع الحياة موتا ومع الدنيا آخرة، ولا بد لك من قرين، يعني صاحب، تعيش وهو معك، تموت وهو حي يدفن معك. شنو هذا سيدي؟ قال له عملك إن كان لئيما ألمك وإن كان سليما سلمك. قال له سيدي أنا ما أحفظ هيك حكي، هل لا قلته شعرا؟ احكي لي يا شعر. النبي قال له حسان ترجم له بالشعر. قال له تخير خليطا من فعالك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يعمل، ألا إنما الإنسان ضيف لأهله، يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. يقول الإمام موسى بن جعفر تمثلت الدنيا للمسيح عليه السلام بصورة امرأة زرقاء، فقال لها كم تزوجتي؟ قالت الكثير. قال أكل طلقك؟ قالت بل طلقتهم. قال عجبا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بالماضي. وقال الإمام موسى بن جعفر إن مثل الدنيا كمثل ماء البحر، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشه حتى قتله. وقال مثل الدنيا كمثل الحية، مسها لين، شكلها حلو، جلدها حلو، وفي جوفها السم القاتل، يحذرها الرجال وذو العقول ويهوي إليها الصبيان. شلون بالله الدنيا من اجتك يا أبا الحمود؟ الدنيا تخدع، تخدع الدنيا. اجت لك يا أبا الحسن؟
قالها إليك عني يا دنيا فحبلك على غاربك قد انسللت من مخالبك وأفلتت من حبائلك أين القرون الذين قررتهم بمداعبك وملوك أوردتهم إلى التلف إذ لا ورد ولا صدر هيهات من وطأ دحضك زلق في مكان زلق بس واحد يخلي رجله عليه تشرح ينجرف ومن ازور عن حبائلك وفق والسالم منك لا يبالي إن ضاق به مناخه ذاك الذي مدام ما عنده دنيا بس عنده حب الله عنده التزام ش ما يكثر عليه الهام الضيق يدري عند الله لا يبالي إن ضاق به مناخه وعنده الدنيا كيوم حان سلاخه يدري أنت راح تنتهين والله لو كنت شخصا مرئيا وقالبا حسيا لأقمت عليك حدود الله في عباد غررتهم بالأماني هاي الناس اللي خدعتيهم لو أنت تنشافين لكان ضربتك وأقمت عليك الحدود خدعت الناس مو تنخدعون هاي الدنيا مو حلوة ما فيها اجهد نفسك العمر ساعة لا تجعله إلا طاعة هذا واقع لابد والله يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال رب الأرباب معلم النبي ونحن نتأسى برسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وللآخرة خير لك من الأولى سهمك من هاي الدنيا يقول عنا أمير المؤمنين طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها وعركت بجنبها بؤسها وهجرت في الليل غمضها حتى إذا غلب الكرى افترشت أرضها مو جهنم مو تعبت لي تنام لا ما تنام افترشت أرضها وتوسدت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم وهمهمت بذكر ربهم شفاههم وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون واسمع هاي الكلمة الأخرى لأمير المؤمنين يقول له إحنا ملتزمين كل الالتزام صلاة صيام حاج أمر بمعروف كل شيء اللي تقول عندنا ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما صغ إلا حبنا ما أبغض الله ورسوله وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله لكفى به شقاقا لله ومحادة عن أمر الله أشرح لكم يقول له احنا كل شيء ما عدنا من عمل سيء على كل شيء مستقيمين على الجادة الصحيحة لكن نحب شيء الله يكرهه عن الدنيا ونعظم شيء الله حقره وصغره هذا هو بعينه العداء والمحاربة لله ورسوله مو تردون تتأسون بنبيكم ها؟ كان أمير المؤمنين يقول عن رسول الله ولقد كان صلى الله عليه وآله يجلس على الأرض يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد ويخصف بيده نعله ويرقع بيده ثوبه ويركب الحمار العاري ويردف خلفه شكو واحد بالطريق يشوفه يشيله ما يشوف نفسه أحسن من غيره لذا الله جعله أسوة ولازلنا إحنا على هذا النهج أبا بشركم إن شاء الله هالبشارة اسمعوها رب العالمين لما يتكلم في سورة الأنبياء ويحكي عن الأنبياء تريد تختم السورة ولكن ما ذكر نبينا ذكر كل الأنبياء جل الأنبياء ما ذكر نبينا شوفوا شنو قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوا عليه. هذا مولانا أسوتنا. أنت شلون يا أبا الحسن؟ قال أنا ركعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها. ملك حاكم على 80 دولة. فقال لي قائل ألا تنبذها ما تذبه؟ فقلت أعزب عني توخر فإنه عند الصباح يحمد القوم السرى. يعني معناها يوم القيامة راح تعرفون معنى أعمالي بهاي الدنيا الله شلون راح يكافئني عليها. يكفي هذا المقدار. سأل الله بعظمة الحسين أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والنوب احنا عندنا شيء غيرنا ما عندي إياه. احنا عندنا حسين ولا حسين لغيرنا. نعم هذا سيدنا ونفتخر به. الوجوه كئيبة، القلوب معتصرة على بيوتكم الحداد والسواد، وجايين باستعداد في كل مكان. والله الآن اخذني للنصارى خل أقرأ لهم على عيسى ما يبكون عليه، اخذني للصابئ أقرأ على يحيى ما يبكون، اخذني لقبور موتاكم أقرأ على جدك على أبوك ما تبكي عليه. ولكن انت شلون متألم هاي الأيام والليالي وراح تتفاعل مع القراء ومع الرواديد وكأن المصيبة غضة طرية أمامك؟ ها أويلي. عادة بدء المجالس هسه لما يموت واحد غير روح لأهله؟ لا بالله عليك. وإحنا هالليلة في بداية المجالس أول ما نعزي الزهر ذيك اللي بكت على ابنها قبل موتها سوت لماتم قبل لا تموت. قل لما دنت منيتها صاحت على الإمام أمير المؤمنين قالت لعلي علي بالصندوق الفلاني، جاب ومثل بين يديها، فتح الصندوق وطلع من عند الإمام 5 أكفان، العفو 3 من بقايا 5. قالت لي يا علي هذني جابهن جبرائيل يوم ماتت أمي خديجة، 5، 1 كفلنا بي أمي، 1 كفلنا بي أبوي، وهاي البواقي 1 إلي 1 إلك 1 للحسن. قامت زينب لزمت ايدها يمه والحسين ما نطيتي كفن. فسالت دموع فاطمه قالت بني الحسين لا كفن له، هذا الك يوم تحتارين بي انت مو غيرك. وعطل على ذاك اليوم زينب تصيح خويا وين أضمك وين أوديك. شوف أنا جايب لك نعي على الزهرة وعلى زينب، لازم يبكي كل اللي في الماتم، ما يصير ما تبكي يعني أنت جاي. أنا مثلك موالي بس أذكرك، ها خويا وين أضمك وين أوديك وين أودي ميك يا حسين والله تحيرت بيك. أويلي أويلي يا ويلي أنا الوالد
القلب لهفة لهفان وادور عزبني وين ما جاء. ما تسألون هالسؤال سيدتي اذا انت تدورين عزبنك وين ما جاء ليش ما حضرتي عنده؟ قالت بلا رحت لذاك اليوم تدنت يم ابوها وجذبت الون على نعي الولد طلبت اذن منه قعدت يمه تقله يمه يمه عليك ضلعي لمن يهل دمعك يمه عليك ضلعي لمن يهل دمعك على ضلعي توني وليد له ضلعك قل لي يا جرح ما ذيك وملوعاك فقد عبد الله لو عباس لو ربعة أويلي رد من المنحر المقطوع وبلا راس لا عبد الله لا صحبتي لا عباس ابي زينب يا يمه بين هاي الناس ايه ابو الغيرة ايه سبي زينب يا يم تريد لك صرخة اين الصارخون حسين سبي زينب يا يم بين هاي الناس سحم من الشماتة بقلب شي طلع اويلي حاج زينب اويلي يا يمه ومن خذوها مكتفه الايدين نوبه الراسي نوبه الجسم تربي العين وكل ما تنظر بصاحت يا اخويا حسين شوف اللي ضربني ما حد يمنعه اي شوف اللي ضرايا ضرابني ما حد يمنعه اولي يما ابو الغيره زينب تنخاك ما تقوم لها قال خذتني الغيره وانا وصالي مقطوعات قمت وهويت بالحومه ثلاث مرات ولن واحد يصيح حسين حي ما مات علي خيل وزلم فزعه وفرد فزعه علي فزعه ويا يمه وردوا من ردود وهذا الصابني يا يمه بالعمود وهذا برمحه صوب شبدي الممرود وهذا بخنجره من شفق الصبعه اسمع اسمع الحكي قلت ليمه هذا كله وما فزع عباس وتتبعك العمامه اللي يرفعون الراس قالها يمه غيره العباس معروفه يفزع بيش وهو مقطعه مقطعات فوفا اولي انتو هالليلة نصبتوا معاتم بناكم من دار الحول على زينب وطبت الى دار الحسين ايش سوت بمحرم دخلت الى دار الحسين تقل لعدي يا شهر المحرم وبيت من الزلم خالي بين بالسمة هلالك وانا غايب هلالي من تطلع ومن تغيب اذكر غيبة الوالي انت بالمصايب جيت واحنا بالحزن جيناك اخو شكل اللي يوقف على الباب رد اخوان ما عندي الله يرحم ابو حمد ذاكرهم الليله انا لهم وحشه
مو موجودين إن شاء الله أرواحهم معانا هالليلة، وهاي أهلكم وناسكم الليلة عاقدين معاتم الحسين، ولو كانوا اليوم أبو حمد وأبو علي موجودين لشان تلقاهم لابسين السواد وقاعدين معانا. أويلي خويا شقل اللي أوقف على الباب، رد إخوان ما عندي راح مضيف القربة بجية والدي وجدي. أنا شقولا ما عتب السجاد يا دار ردي، وبجي يايتي من الناس مات الوالد اللي يرعاك. أولي تقل أخويا تمليت حلم وأقعد بحلمي بحلمي، أنا وفز من نومتي والقاك يمي وشب قلنك وشم من ريحة أمي. أين الصارخون حسين؟ آه آه هاي بعد بيتين ويا الزهرة. ها يسألونك خدامك مولاتي منو أغلى عليك من أولادك؟ ولي حلت نادت والدمع بالخد بادي. انت اسألوني يا خلاك كلهم أولى، لكن مصاب حسين ساطي في فؤادي. وعظم علينا لون غناقي وعلى حسين وحزن. يلا عالم من العلماء سألوه قالوا له شيخنا انت ياهو يقرا لك تبكي؟ قال انا اذا الدمعه عزت علي ما بغت تطيح، اكو بيت حاكينا الشعراء على لسان الزهره مره مرتين من اقرا بعد انفجر ما اقدر اقرا قدام روحي، راح علينا يا بيت هذا. قال الزهرة لما تقول يا ابني يا ابني من الوالدة يحصي، بالله بيك تسمع الثانية، يا ابني ويا من يا ريت ذباحك. وين اليواسيني الشيعة على ابن الذي ذبحه ورضيعة، وابن والد عين الطليعة، يا هو منهم عين الطليعة قال ظل نشفوف على الشريعة. أفاطم لو خلت الحسين مجدد وياي وياي، أفاطم لو وقد ما تعطشانا بشط فراتي. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، أرحم الرأس مالها الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بارك بنا، تب علينا، حسن عواقبنا، لا تميتنا حتى ترضى عنا، من أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده، واجعلنا من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وإلى من مات على الإيمان. الفاتحة مع الصلوات.